يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا قاعدين تحضروا هالحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي والمباشر ام بي سي في اسبوع. اهلا وسهلا فيك علي. يا هلا ويا مسهلا، الله يعطيك العافيه تغريد. يعافيك. تحيه ايضا مشتركه لمشاهدينا ومستمعينا عبر الاثير ومتابعينا في كل مكان. دائما العاده نبدا بابرز العناوين. بتوجيهات من الملك سلمان، وصول طائرات الجسر الجوي السعودي إلى بيروت لإغاثة اللبنانيين. وثائق وأدلة جديدة تنشر في الإعلام الأمريكي على تمويل قطر لحزب الله الإرهابي. توصيات اقتصادية بشراء الذهب وتوقعات بارتفاع أسعاره، لكن ما هي المخاطر والمميزات للاستثمار بالذهب؟ نتعرف عليها بعد قليل. من غرائب قبيلة في إثيوبيا، كلما كبر الكرش وزاد الوزن ثقلت قيمتك ومكانتك في المجتمع. نتعرف على ذلك والمزيد في فقرة من حول العالم. غسيل الأموال عملية معقدة، مراحلها وتأثيرها على كافة أفراد المجتمع، في إجابات اليوم. وسنتابع أيضا هذه الحلقة ولكن مع حازم. النيابة العامة السعودية توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي.